السلام عليكم. حلقة النهاردة يا جماعة هنحضر مشروب قوي مع بعض، مشروب قوي في علاج الالتهابات اللي في الجسم، هيعالج كل الالتهابات اللي في الجسم، كمان هيطهر الكبد والأوعية الدموية ويخلصنا من السموم اللي موجودة في الجسم كله. كمان ليه خواص مضادة للالتهابات وليه خواص مضادة للأكسدة، بيحتوي كمان على فيتامينات. بص، كل اللي جسمك محتاجه هتلاقيه في المشروب ده. يلا بينا نحضره مع بعض. يلا بينا. خلي مناعتنا حديد ان شاء الله، يحمينا من كل الامراض. استنى اشوف رايكم في التعليقات. شفانا الله وعافانا من كل الامراض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.